بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم أيها المؤمنون أينما كنتم. إنما المؤمنون إخوة، نحن إخوة إن شاء الله. فكلامنا اليوم عن أنك كيف تستعيد السيطرة على الحكم. أنت حاكم صرت محكوم، هذا زمان يعني غريب، اختلفت الأحوال. فإن شاء الله نحن كلامنا على هذا الموضوع، كيف تستعيد السيطرة على رعيتك. تمام؟ لأن رعيتك الآن هم صاروا مسيطرين عليك، اللي الله قال عليهم وقال لك انت كلمك، قال سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا، يعني ما في استثناء، سخر لكم. كرمنا بني آدم، خلاص انت من بني آدم، انت من بني آدم، كرمنا بني آدم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ايش تبغى أكثر من كذا؟ فالآن المكرم هذا الذي مفضل على كثير ممن خلق ومسخر له كل الأسباب، جميع ما في الأرض جميعا سخر لك، ها؟ يعني أنت مسيطر، كنت أنت نزلت تحت وخليت هذه الأشياء تسيطر عليك. ضعف الملك، ضعف الحاكم، ضعف الخليفة، ضعف، فصار الخدم مسيطرين عليه، الخدم صاروا مسيطرين عليه، وهو لا يعرف الطيب من غير الطيب، لا يعرف السلبي من الإيجابي، يطلب السلبي في حياته فيدخل، والإيجابي يظنه يعني موجود جاء ما جاء، لكن بالإحاسيس والمشاعر يطلب السلبيات. مثال يعني عن الحكم، فأنت حاكم، سخر لكم الخالق، سخر لك، فأنت يا بني آدم المسيطر. إذا أنت قلبت وحصلت في حياتك المعاناة والتعب بسببك، ما حصلت في حياتك معاناة وتعب ولكن تعرف أنك أنت صغير وغيرك كبير وماشي أمورك كويس، ملعقة من ذهب، فلوس وكل شيء، مبسوط، بعد الانتقال من الدنيا تجد الأمور عكس ذلك، تقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. أعمل صالحا مو مسألة العبادات فقط، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ما تقدر، ما في رجعة، أنت في خرجت من العالم الدنيا المادي إلى عالم غيبي، لكنك في النص اللي هو البرزخ، ما تستطيع ترجع هنا، وهناك لا تذهب، ولكن ترى ما أنت فيه، ما بنيته أنت بنفسك من خير أو شر، هذا عالم البرزخ في القبر. القبر ليست الحفرة، حفرة للجسم، لكن أنت في عالم عايش حي في عالم برزخ. طيب، نحن نخوض في موضوعنا. موضوعنا متعلق بالنية. النية نحن لا نفهمها، النية غير الرغبة، غير الأماني، أنا أتمنى شيء ولكنه أشوفه صعب، هذه مو نية. أرغب أني أسوي الشيء الفلاني وما أسويه، أرغب في قهوة وما أشرب القهوة، أرغب في شرب ماء ولكني متكاسل ما أذهب، أرغب في أي حاجة ولكن ما أنفذها، هذه رغبة. ما أقول نويت ولكني ما قدرت، نويت ولكني ما سويت، هذه مين نية. النية لازم نعرف ما هي علشان نقدر ننفذها في كل شيء. النية مثلا أنا أريد أشرب قهوة في المحل اللي بجوارنا بدون كلام،
أنا في الداخل أبغى قهوة، أريد القهوة، أذهب. إذن رغبة لثواني بس، أنا أرغب في الشيء، بعدين النية هي أني أذهب، نويت يعني بدون اللفظ نويت القهوة، أذهب أشرب القهوة. هذه النية، لما تبغى شيء تنفذه على طول، هذا اسم النية. نوينا الرحلة إلى البلد الفلاني 1000 كيلو، متى؟ قلنا غدا أو بعد أسبوع. في الأسبوع هذا نفعل أشياء لهذا الفعل الذي بنفعله بعد أسبوع أو غدا في الصباح، نجهز، نأخذ الشنط، نأخذ العفش، نأخذ كذا، نحتاج إلى زاد الرحلة طويلة أو قصيرة أو ما تحتاج، برية مثلا، رحلة برية، فالسيارة تكون مجهزة من كل شيء. يعني بدأ الفعل بعد النية، بدأ التنفيذ بعد النية فورا، ما في بعدين ولا هذه رغبة ونوايا ما نشغل فيها الآن، نتعلم معنى النية في المقدور عليه. تمام، نويت الرحلة خلاص، من بكرة إن شاء الله نسوي كذا، نعمل كذا. نية الصلاة، صلاة الاستسقاء، هي هذه، لست نذهب إلى الصلاة راغبين في الماء، ويعني لكن لما يكون نية يحققها الله، الله يحققها لك على قدر إمكانياتك وإيمانك، يحقق الله. نوينا الاستسقاء، أباءنا كانوا هكذا، نوينا الاستسقاء غدا، فمن الليل النساء، يعني هذه نية مو رغبة، النساء والأولاد يبدأون يرتبون من أين الباب الماء يأتي إلينا في البيت، فيضعون يعني حواجز. غدا يصلون الصباح، ونحن اليوم يبدو يضبطون هذه الأشياء. ليش؟ نوى معناته سيتحقق هذا الشيء. افهم هذا السر كبير، هو ليس سر، ولكن الآن انطمر وصار مهجور، فالآن نخرج من الهجران 1000 سنة، نخرج من الهجران. ليس معنى هذا غير موجود في العالم، موجود، موجود، الناس ينوون خلاص، تلقى حتى في يعني غير المسلمين يذهب إلى المستشفى، فيهم كذا وكذا، وإحنا فينا، بس نجد منهم من يذهب إلى المستشفى، عندي المرض الفلاني في مكان ما في جسده عنده، ها، فيذهب بنية الشفاء ويذهب يعالج، من الطبيب المختص الذي يعرف لهذا الداء وخبير فيه، يدفع المال، أنه يعني لابد له مراحل، يقول الدكتور 3 أيام، أسبوع، شهر، كورس مثلا، أنه في النهاية أجد الشفاء، يروح. إحنا خربنا النية هذه، وكمان برمجة دينية يقول لك ممكن أنت إذا نويت الشيء ما يجي، يعطيك الله حكيم، ممكن أحسن تقعد في المرض، أحسن تقعد في الخسارة، أحسن تقعد في الديون، لعلها حكمة لك. هذا صح، ما أقول غلط، صح، لكن هذا مستوى إيماني، أنت إيمانك كذا خلاص، تأخذ إيمانك كذا، تأخذ، مو قالب للجميع، هذا قالب لأناس يريدون هذا الشيء ويحتسبونه في يوم القيامة، يجي أنت صبرت على هذه الديون والخسائر والبلاوي والمشاكل هذه، خذ لك الأجر، الصابرون يوفون أجوره بغير حساب. هذه مرحلة، ما نجعل هذا القالب للجميع، لا، مستويات. في نبي دعا وأجل فوري، ما في تأجيل، أنت تريد خذ بدون تتكلم. من يتق الله يجعل له مخرجة، يجعل له مخرجة هو، بدون تقول إيوة، ما تقعد في المشاكل كثير، تخرج متى؟ هذا مستوى آخر، مستوى إيماني آخر، كانوا فيه الأنبياء وإلى قيام الساعة موجود عند البشر. ونحن حكينا لكم والسماء ذات البروج، آمنوا في لحظة، لحظة، ما في سنة، سنتين، 13، جاء الإيمان بالله، ألقوا في النار، اقتحموا، كلهم اقتحموا فيها. قرر من الداخل تضبط معك الأمور. اخبطنا الميكروفون، لا أدري، إن شاء الله ما يكون هذا خربان، فسامحونا، هذه ذهبت.
فإحباننا في الله يكون النية هي هكذا، من يريد يبقى في مستوى هو في خير، هو في خير، فله أجره عند الله. مستويات في الإيمان درجات، في أضعف من كذا أنه ما يقول يا ربي ولا يسأل ولا يصبر، يجزع. لكن الصبر معناته عدم شكوى الله إلى الخلق. تصبر معناته، لكن ننسب الصبر ونحن لسنا صابرين اسم الصبر، لا، لا أنت طلعت فوق المستوى الإيماني ولا أنت نزلت تحت ولا أنت في المستوى هذا، عندك الشكوى والسخط، غير الشكوى والسخط غير الصبر. الصبر أن تشكو البلوى للمولى لا لغيره، هذا معنى الصبر، تشكير الله وتقول أنا صابر. يعني إيش صابر؟ يعني أنا محتسب أجر كبير عند الله، حتى لو عرض عليك الدواء تقول من شدة حبك للأجور والثواب التي عند الله والمخزن عند الله ومحتسب، لا تبالي إذا جاء الشفاء من المرض ولا جت خليني زي ما أنا، الحمد لله نعمة كبيرة عند الله. بعدين ماشي، هذا فعلا أنت محتسب هذا الشيء تجي، لكن تلقي كلمة الصبر على الحال اللي أنت فيها لأنه عجزت عن حلول خارج أو بينك وبين الله، عجزت تدعو الله ما يجيب، عجزت عن حل في الخارج، خلاص أنا أبقى كذا وأقول صبرت واحتسبت، وكل ما جاء واحد قلت له إيش هذا، أنا بأخرج من هذا، يشوف لي حل ما قدرت، لا نضحك على الله. الصبر معناته خلاص أنا بيني وبين الله أبغى في أجر كبير عند الله، أبغى أحتسبه. فإذا هذا مرحلة من الإيمان موجودة، ولكن نتقن الصبر لا بأس. لكن نحن نتكلم عن مرحلة ثانية، مرحلة ثانية سهلة وبسيطة وقوية وضبط في الداخل، بس برضو نخبط في هذا الميكروفون، تمام. فإذا نجي لمعنى النية، نركز على النية، مرتبطة بهذا الكلام. النية أنوي الحاجة خلاص أنا بنفذها، بس اللي يحجزك عن التنفيذ إيش؟ إنه أبغى أسافر بالطيران للبلد الفلاني، نويت أني يعني أبغى أسافر لكن ما في فلوس. إذن هذه النية ما هي نية، هذه رغبة. واحد ثاني قال أبغى أسافر، يعني نويت السفر في عقبات، ما في فلوس مثلا. شوف القصة هذه، واحدة امرأة طيبة نوت أنها ورغبة قوية عندها جوا، هذه الرغبة هي لابد من في البداية أني أرغب في الشيء بعدين أنوي خلاص أنطلق. أما أرغب أقول مستحيل في عقبات، هذا مهنية. النية تشرب القهوة أروح أشرب القهوة لأنه ممكن، لكن لما يكون مو ممكن هنا يبان اللي نيته صح. فهذه ماذا فعلت؟ تحب السفر كثير في بلدان العالم، ولكن على قدها ما تقدر تذكر الطيارة، ما تقدر فندق وشغلات وذي كذا. فتفكير أني نويت هذا لازم يتنفذ، إيش المشكلة؟ فكر بعدين جاء في بالها فكرة، ذهبت إلى وكالة طيران سياحة وقالت لهم أنا أصور، ممكن يعني المجلة حقت السياحة حقتكم أنا أذهب إلى بلدي من البلدان وأصور وأقدمها لكم، لا أريد فندق وأكل وطعام وشراب. هي ما عندها حتى أكل وشراب، بس لما تذهب هناك تقول تشتغل في الصحون ولا قدور ولا تغسل في مطعم يدوها فلوس شوية تأكل، وبعدين السفر على حساب الخطوط. قالت على حسابكم، بس أريد السفر إلى البلد وأنا أصور في البلد هذا وأعطي المجلة ليجربوني واحدة مرة. على عجبتهم الفكرة، يعني كل ما يروحوا بلد يبغوا واحد يصور لهم يدفع فلوس كثير، قالوا خلاص أطلعي على هذه الرحلة القادمة. وأكل وشرب في الطائرة وفي الدرجة الأولى، وحجزوا لها مكان في الفندق، تذهب تصور وترجع وتعطيهم الصور.
وأكل وشرب في الفندق على حسابهم. بعد ما خلصت هذه الرحلة وشافوا الصور وعجبتهم عينوهم موظفة عندهم تنتقل محل ما تبغى بالطيران. هذه النية، النية نويت كده خلاص أمشي في الخط هذا لازم للأخير ويتحقق. نعم يتحقق، النية سلاح عندك، أنت مكرم على المخلوقات هذه كلها، ما في عقبة تردك. العقبة تحت مسمى سخر لكم ما في السماء، سخر لك، يبقى ملك تؤمر وتنهى والكون تحت خدمتك. تقول والله كيف هذا صعب، لازم الفلانيين اللي هم الأنبياء والصالحين الكبار، ما قال الله كذا، الله ذكر المتقين، المتقين من ضمنهم ها الذين سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، من ضمنهم الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، مو الذي كل من فعل الفاحشة وكل من ظلم نفسه، لا، الذين إذا فعلوا، إذا معنى إذا فعلوا معناته مفنيتهم لكن وقعوا برضو من المتقين، إذا فعلوا فاحشة، ليس ديدنهم هذا، إذا فعلوا فاحشة برضو داخلين، أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا، ما يقول بكرة بسويها، هذه شروط خاصة كده. يلا خلاص أنت معهم، ها أنت منهم، ربنا كريم يجوا يحطوا لك التقوى تعريفها، تخرج حتى اللي قال التعريف ما هو منهم. طيب فإذا النية إيش؟ النية ما في شيء مستحيل إلا إذا أنت قلت مستحيل، ما في مستحيل، تقتحم وتمشي. شوف أنا نويت بالسفر برا، طيب إيش تسوي؟ والله أنا أصور، شوف هذه البنت إيش قالت، أنا أصور لهذولا وروح عرضت، يمكن لو عرضت هذا وقال لها لا، النية موجودة لازم تتحقق، راحت شركة ثانية، راحت كذا إلى أن يفتح الخط. النية تفتح الأبواب المقفلة. شوف لما قال سيدنا سليمان أيكم يأتيني بعرشها، من اليمن بيت المقدس، لو قلم جيبه من هناك لهنا قبل أن يرتد إليك طرفك لن يستطيع، لكن النية ما في مستحيل. مسخر غير الله، الله العظيم القدير أقرب إلي من حبل الوريد. إذا إيش في عقبة لله؟ في عقبة؟ ما في عقبة. وأنا أطلب من اللي على كل شيء قدير، واثق أنا حاكم وهذا محكوم، مسخر لي وكرمني وسخره، إيش باقي؟ تعال يا مسخر، يقول لك تم. بس في البداية ما في انقلاب، فخلصنا الفيديو قلنا يلا كله مسخر نمشي، لا، أنت جعلتهم فوقك الآن، كيف يثقون فيك؟ ابني ثقة في نفسك، ابني ثقة إن الكون أصغر والله أكبر وأنت مكرم، ثلاثة متوازنة. بعدين ذيك الساعة مع الوقت والبناء وتجيب مشاكل خفيفة، مثلا في زحام في الشارع، ها تطلب من الله، تكون نويت وأصل في الساعة الفلانية المكان الفلاني، تمرينات في رئيسك مش يعني ضاغط عليك ويعني كل يوم ما يشوفك إلا هو زعلان، غير، قل الآن أنا أذهب هناك بس ما في خوف منه، هو كبير أنا صغير، لا أنا مكرم عند الله وربي أقرب إلي الحبريد، اللهم يا رب يسر لي هذا الأمر، هذا الشغل، هذا اللي قمت عيش، هذا مضايقني مثلا، يعني أي عقبة ها، واذهب على طول تجد النتيجة. ما وجدت على طول معناته عندك لسه كنت يعني لسعك ما طلعت للملك، هذا كله ضاغط عليك سنين. فعلشان يصير الثقة متبادلة لازم تأخذ وقت، تجي عقبة وراء عقبة وانت ما تبالي، تقول لا هذا الكلام هو الصحيح كلام الله، وتتغير الأمور، تصير انت سيد. كيف تأخذ السيادة؟
وانت تحتهم، لازم شوية شوية تصبر حتى تمسك السيطرة مرة ثانية. استعد السيطرة على رعيتك، استعد السيطرة على رعيتك. طيب، فنحن الكلام الآن على النية، لأن هذه أداة عندك، أداة، أداة عندك، أعطاك إمكانيات أنت إنه الحاجة اللي تبغاها ربنا يجيبها. أنا مثلا جينا مثلا، أنا ما استعدت السيطرة، السيطرة الكون أقول شوف صعب، هذا كبير وهذا كبير، وأنا مريض ورايح المستشفى، روح المستشفى، ولكن قالوا مستحيل بتموت بعد شهر، ما في لك علاج عندنا، أنا مسكين وهذا كبير، صدقته وكذبته، ها؟ فهذا تبقى في المرض وتموت بعد شهر. تمام؟ في ناس نفس الشيء قيل لهم هذا الكلام كذبوا، يعني إيش؟ كفروا بالطاغوت، يعني إيش؟ صغروا أي إنسان وهو يقول أنا أشفى من هذا المرض. تحدى، إيش تحدى؟ أنت سيد، تحدى، قول المرض إيش هو؟ فيروس. الآن خوفونا من الذرتين، معلش خذوا هذه، الذرة بتاعت الأمراض، ذرة الأمراض فيروس، وذرة النووي، كله ذرتين، ذري وذري. ها؟ فأخافون من هذا كله، وأنت خفت. لو أنت، أنت عظيم، أنت كبير، ربنا اللي حطك عظيم، تحط نفسك صغير، أي واحد يخوفك خلاص. هما أن يعني في بشر اتخذوا التخويف وسيلة، لأنه إذا خوفك من حاجة إيش تسوي؟ تقول وديني الحل، خوفك فخفت فطلبت منه الحل. هو يبغى دين، تبغى حل هات فلوس، تبغى حل أطيعني، تبغى حل عبدي، كن عبدا لي، اسمع الكلام، يفهم أو لا تفهم أنت شانك. فإيش نسوي؟ كيف تكون سيد؟ ربنا قال في القرآن آية عجيبة، يبغى كررتها أنا كثير، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، جوا لا يضركم من ضل، مليون دولة، مليون إنسان، واحد جالس لك في الشغل، ولا ولدك عاصيك ما يسمع كلامك، أو زوجك أو زوجتك، زوجتك، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ضبط عليكم أنفسكم، وقال في الأخير إذا اهتديتم. أنت اهتدي لنفسك، إنك تعرف مقامك، تعرف مقام الأشياء، تعرف مقام ربك على كل شيء قدير، وتعيش سعيد. مسألة بسيطة، بس إيش؟ علشان يصير الانقلاب من أني من الرعية وأنا سيد، أرجع بشوي شوي شوي حتى أسيطر وارتاح. الملك مرتاح؟ نعم. الوزير مرتاح؟ نعم. المسيطر مرتاح، والمسيطر عليه مو مرتاح. فدائما نحن ندندن حول هذا الكلام، نجي من طرق مختلفة. فعندك أداة قوية هي النية، تنوي أذهب، النية هي تفكفك لك الأشياء، شغالة برا، أنت تنام ونيتك يوم من الأيام تجد ما نويته تحقق. طبعا أول تمسك السيطرة، تعرف الاتزان، هذا مسخر، هذا أنا مكرم، هذا ربي عظيم، واسأل تعطى، أسأله يعطيني. طيب يعطيني كذا، أقول له أعطيني، أنا عبد خدام وهذه عظيمة كبيرة وأنت كبير، يقول لك روح لها، أنا أغنى الشركاء عن الشرك،
لكن أول سوي الاتزان، تعب عليه شوية وجربه في الأشياء الصغيرة، بعدين الأشياء الكبيرة تجي تحت رجولك. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، في الأرض في البحار سخرها، النار سخرها، الذرية القنبلة الذرية يسخرها، ممكن ينفجر مكان أنت تخرج منه. قدير ولا مو قدير؟ قدير خلاص تقبل. إذا في نفسك مو قدير هذا مشكلة ثانية. يقال يعني قصة موجودة في الكتب بس ترمز لشيء، يعني نحن نأخذ الرمز، ممكن صح ممكن مي صحيحة، وممكن صحيحة ولكن يعني مع الزمن الطويل. شوف من عهد نوح، يقال أنه في زمن نوح عليه السلام قال الطوفان وبيصير وكله يغرق إلا المؤمنين، يضحكوا عليه يتريقوا عليه بهللوا، يعني يقولوا إيش هذا الكلام، إيش أنت يعني إيش عندك، وهم شايفين شوف سمسادة وهذا مسكين يعني قاعد يجيب خرافات، ساحر مجنون يقولوا على أي شيء. فبعدين في واحدة عجوز ضعيفة، يعني هي هذه الرواية، تقول يا نوح أنا هذا بيتي، أشياء صغيرة كذا، لا تنساني إذا جاء، يعني مؤمنة بأنه يقول الصح، هي مش شايفة شيء لكن مؤمنة بأنه نبي الله. فقالت لا تنساني إذا جاء الطوفان، قال لا لا إن شاء الله. المهم فار التنور وجاء الطوفان، ولد راح وزوجته راحت مع الجماعة ذول، وبعدين استوت على الجودي، انتهى، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة، خلاص راح بقي المؤمنين. نحن دحين العالم هذا كله من المؤمنين اللي في السفينة، شوف كيف صار الأحوال، رجعوا مرة ثانية. فالمهم تذكرها، فين ايش، وجاء لها وجدها في العش هذه موجودة، ولما اقترب منها قال أنت هنا؟ قالت نعم، متى يأتي الطوفان؟ صار وانتهى، وهذا المكان لم يمسه شيء. فمعك الذي على كل شيء قدير، أي شيء تنوي ربنا يحققه، أي شيء تنوي ربنا يحققه، ولكن تكون مؤمن بالله بعدين تعرف إيش تنوي. أنت دحين مثلا واحد يقول أنا أبغى أنوي يكون لي بيت هنا، مع حالتنا الكرب هذه ليش لا يستجاب لنا؟ مثلا قلنا احنا المسلمين صارت ما في الا مسلمين، اوروبا وامريكا، تلقى الشيوخ حقيننا من ضمنهم انا يعني الشيخ مثلا، انا ماني شيخ لك الشيخ اللحية، فراح رحت هناك قلت انا ابغى أفخم مكان على النهر الفلاني في فرنسا، قصر أو عمارة ضخمة، أخذتها. جاء واحد ثاني قال والله هذه موقع استراتيجي. إذا كان الدعاء مستجاب يعني يعطينا لأي واحد، لازم شرطه الإيمان مضبوط، فهذا شرط مثلا قلنا ما فيش، فيجي هذا يقول يا ربي هذه العمارة تنهد وأجي عمارتي محلها، وهذا قد فوضى فوضى. لذلك هذا شيء خاص بشل السادة اللي هم مكرمين يحصلوا عليه، وطبعا ينظرون إلى الدنيا كل هذه لا تساوي جناح فوضى. ليش صغرها صغير؟ أنت اجعل الله سبحانه وتعالى هو أولويتك، تنحل مشاكلك بس هو أولوية، يعني رقم واحد، وأنت مشكلتك رقم كم؟ برضو رقم اثنين الله، ثلاثة الله، أربعة الله، إلين تيصل مليون اجعل بعيدة هذه الأشياء، إلين مليون الله بس، مليون واحد، زوجتي أولادي أهلي أسرتي أي شيء، سيارة بيت كله أبغاه أنا، بس رقم واحد، إلين مليون ما حد يقرب من هذا الموضوع، ربي الله. شوف بعدين كيف تصلح أمورك، زبط علاقتك مع الله، تزبط علاقتك مع الخلق ومع الأشياء. نويت الشفاء من مرض، ها؟ طبعا نحن نتكلم عن الطبقة اللي قلنا إيش
يبغى الإيمان اللي هو 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 عندهم التوازن بين النفس والأشياء والله في توازن. فهذول مثلا يبغى جاله مرض قال الدكتور عندك مرض خطير الفلاني، طبعا التخويف موجود الخطير اللي ما ادري ايش، يبغى لك شهر ولا تموت. كيف شهر؟ انا انوي الشفاء، يجد الشفاء وابحثوا في النت، يعني كلام مشاع، يعني مو بين الاسر لا مشاع، ومشهورين فلان الفلاني صار له كذا، فلان الفلاني صار له كذا. فالذي عنده القوة أنا قوي ومكتمل، أصلا أنت مكتمل ما تحتاج إلى شيء. واللي يشعر نفسه نقص، أنا صغير، أنا محدود بالجسد، محدود بهذه الأشياء، وهذه الأشياء قوية، مرض في الرأس، شبك الله يجي معدي ويدمر. وقالوا 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 وقالوا، هذا يقع في هذه الأشياء. إيمانك هو اللي يأثر فيك، ما في الداخل يحصل برا، في الداخل خوف من برا من الخارج تتأثر. فإن شاء الله نحن، ما كنت أبغى أطيل، لكني أبغى أشوف إذا كان فإذا كان هذه الأمور أنت شايفها صعبة أو مستحيلة، فليس هذا دليل على عدم وجودها، هي غير موجودة في عالمك لكنها موجودة في عالم آخرين. موجود ناس يعني يدعون الله يستجيب فورا، وموجود ناس لما ينوي أنه يبغى وظيفة يجدها فورا. مثلا ينوي أنه في حددوا أحد يذهب إليه حتى ويجده تغير. كيف؟ أنت مؤثر. المشكلة أنت كبير، إذا شفت نفسك كذا يصير ما تخاف من شيء، ما تعظم شيء، وتكون في سعادة على طول، وتكون في راحة على طول، وتكون ملك حاكم، وهذا رعيتك، سخر لكم معناته رعية لك. إذا شفت الرعية ضخمين، الفيروس هذا قوي قوي بس خدام لك، سخر لكم. الذرية، قنبلة ذرية سخر لكم، وقال لك لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. شوف أهل السماء ذات البروج ألقوا في النار، كيف واحد يلقي نفسه، خاصة واحدة معها طفل، وهذه نار، إلا صغروا النار وكبروا ربهم فجعلها بردا وسلاما. الله ما يروي القصص هذه للتسلية، حكايات قبل النوم، يرويها حتى أنت ترفع من نفسك وتعتمد على ربك، وأنت تعرف نفسك أنك أنت المكرم. بعدين تزبط الأمور، كله معاد كله معاد. أنا ما أعرف أنه هذا الكلام ممكن في 5 دقائق كذا كذا كذا، متعودين نحن على السرعة، لكن هذا الجلسة فيها خير ولو طالت. ليش؟ لأن عن كلام الإيمان يتكرر يتكرر فيتقرر. أنا أريد هذا الشيء، أريد أنشر هذا الشيء، وأنتم أنشروه، كلموا الناس، خليهم اللي يمل يبتعد عنك. مع السلامة. ما احنا فاضين، عندنا 8 مليار. أيوة، يجي 10 أهلا وسهلا، يشتغلوا 10 كمان، يصير يجيبوا 20، ما يهم، لأن أنت لك أثر في الكون. إن أفسدت ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هذه المشاكل تشوفوها بما كسبت أيدي الناس. أيضا أنت لما تكون مضبوط، ربنا يجعل في العالم أثر، ويمكن بسببك يرد فتن ومشاكل وزلازل وبراكين ونووي، يغير الله الآراء بسبب قوة إيمانك. لك أثر في الكون بالخير وبالشر، لأنك أنت الملك، أنت حاكم. طيب
إذن في ناس يسألون كيف أقوي إيماني. فيه في فيديو كثير فيديوهات عن تقوية الإيمان، من ضمنها آخر شيء تقريبا أكفر أولا. أيوة، أكفر أولا لتؤمن حقا. نؤمن بالله ونؤمن بغير الله، أنه عظيم وأنه مخيف وأنه كذا والله كمان، فهذه مين؟ لا إله إلا الله. لا إله نفي عن غير الله، لا يضر لا ينفع ولا أي شيء، صغير وانت عظيم وربك على كل شيء قدير. فإن شاء الله هذا الفيديو الذي يبغى يقوي إيمانه موجود، يعني الطرق كثير فيديوهات، إن شاء الله ربنا يسهل إيمانكم ويسهل لنا جميعا قوة الإيمان، لأنه هذا مقصد حياتنا، نتعرف على ربنا، وإذا عرفنا ربنا هو يعرفنا بأنفسنا أن أنت مسخر لك هذا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.